حملة للتبرع ببلازما الدم قام بها مصرف الدم في محافظة أربيل، ودعا المصرف خلالها المواطنين الذين تماثلوا للشفاء بفيروس كورونا ومر على شفائهم أسبوعين أو أكثر للتبرع ببلازما الدم لعلاج المصابين الآخرين بهذا الفيروس، كون بلازما الدم للمتعافين بهذا الوباء تلعب دورا كبيرا في سرعة شفائهم من هذا الفيروس. قمنا بحملة لمصابين بفيروس كورونا بعد شافي، نطلب منهم نتبرع بالبلازما خاصة اللي اكو فصيلة دم اي زائد، نطلب من المصابين ورا الشافي نجي لمصرف الدم الاربيل نتبرع بلازما. عملنا على خزن بلازما الدم، هسه عندنا خزن بلازما الدم بس شوية نقص بجروب واحد اي زائد، على مود هذا سوينا اعلان والحمد لله مواطنين طلبوا للاعلان مالتنا. اقبال كبير من قبل المتعافين من فيروس كورونا لهذه الحملة التي حملت طابعا انسانيا، واكدوا بدعم هكذا حملات التي تقلل وبشكل كبير مدة الإصابة بهذا الفيروس وتسرع من حالة شفائه. هذا العمل إنساني، كوننا نساعد المصابين بفيروس كورونا ونساهم في علاجهم دون أي مقابل. سمعنا النداء لهذه الحملة من قبل مصرف الدم وأتينا لغرض التبرع. زيادة أعداد المتبرعين ببلازما الدم وانتشارهم في المستشفيات لغرض التبرع أصبح أملا لذوي المصابين بفيروس كورونا الذين يبحثون لأي علاج لهم. للعراقي الأخبارية حسين زنقنا، أربيل.